مساء الخير أعزائي المشاهدين، الله يحييكم في حلقة جديدة من برنامج سيدتي اللي يطل عليكم عبر نافذة روتانا خليجية. في فقراتنا اليوم نتابع أهمية متابعة الحمل لصحة الأم والجنين، بالإضافة إلى مواضيع أخرى رياضية واجتماعية نتعرف عليها لاحقا. لكن خليني أمسي بالخير زميلتي خلود في جدة ونتعرف على فقراتها مع بعض. مساء الخير يا خلود. يسعد مساك يا دلال، ومساء كل من تابعنا عبر شاشتنا، شاشة روتانا خليجية. أهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم سيدتي. فقرات منوعة مختلفة بنتناولها لهذا اليوم الجمعة من استوديوهاتنا في الرياض وفي جدة. تعرفنا على فقرات زميلتي دلال في الرياض الشيقة. طبعا خلينا نعرفكم بس على فقراتنا من جدة. اليوم هنتعرف على ابتكار صيني بمسمى تاي تشي للعلاج بالرياضة. يا ترى إيش قصة تاي تشي؟ هذا اللي هنعرفه من خلال الحلقة. لكن اسمحوا لنا نذكر الناس اللي ما تابعوا حلقتنا عبر الشاشة بمتابعة حلقتنا عبر صفحتنا في اليوتيوب. كذلك لا تنسوا تعليقاتكم واقتراحاتكم اللي دائما إحنا بانتظارها عبر صفحتنا بالفيسبوك وتويتر وإنستغرام. إليكم العناوين. في سيدتي اليوم، نصف السعوديات الحوامل بلا متابعة، الإفراط في الطعام عند الصغر رشاقة في الكبار، مستحضرات التجميل تحتل صدارة قائمة مشتريات المرأة الخليجية والعربية، تاي تشي ابتكار صيني للعلاج بالرياضة. شاب سعودي يخصص حساب إنستغرام لتعليم لغة الإشارة. برنامج يو نو يهدد خصوصية كل منزل سعودي. طيب احنا تعرفنا على عناوين فقرات حلقتنا لهذا اليوم، وخلينا نبدا باول فقره عندنا اليوم وهي جوله بابرز ما جاءت به الصحف المحليه. وخلينا نبداها باول خبر لدينا لهذا اليوم، واللي كان بعنوان تقديم او تاخير ساعات الدوام في المنشات الحكوميه والمدارس لصالح مشروع النقل العام بالرياض. اما تفاصيل هذا الخبر، تدرس اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض القطار والحافلات حاليا تقديم أو تأخير مؤقت لساعات العمل في عدد من المنشآت الحكومية والمدارس المتأثرة بأعمال المترو في مواقع محددة من التي ستشهد أعمال الحفر الخاصة بالمشروع، والذي يدخل مرحلة ذروة العمل خلال الشهرين المقبلين، وذلك ضمن عدة خيارات وبدائل مطروحة. هذا وأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض القطار والحافلات، أن المشروع سيغير وجه العاصمة. وفعلا حيغير وجه العاصمة، وكمان حيحل مشكلة جدا يعني مأزمة الكثير من الناس، مشكلة جدا كبيرة. هذه المشكلة أكيد موجودة في كل المدن الرئيسية في المملكة وبكل المدن الرئيسية حول العالم، وهي مشكلة الازدحام. يمكن هذه المشكلة مش أنا أو كل المشاهدين، كل الناس بيعانوا من قضية الازدحام. ناس بتتأخر، ناس يعني بتنحرم منها تستمتع في أوقاتها في بيوتها عشان تخرج يعني بدري شوية عشان ما تنحط في الزحمة اللي كل يوم إحنا بنشهدها. يمكن مشروع زي هذا أول شيء بيخفف من ضغط الازدحام اللي بيسبب لنا توتر، مو بس نفسي، توتر بجميع الجوانب بسبب هذه المشكلة. بالإضافة زي ما ذكر أنه حيغير وجه العاصمة ويخليها حديثة أكثر وأجمل. إحنا نتمنى إن شاء الله المشروع هذا أن يكون في العاصمة وينتقل لباقي المدن. إحنا عندنا خبرنا الثاني جاء بعنوان أيضا الفيصل يبشر بأكبر نسبة تحفيز أو تحفيز للتربويين المتميزين في تاريخ المملكة. تفاصيل الخبر، زف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم بشارة لكافة القيادات التربوية بتحفيزهم بأكبر نسبة تحفيز يشهدها التعليم في المملكة، وسوف يعلن عنها قريبا شعارها إبداع أبدع تكرم، والتي سوف يستفيد منها المبدعون في جميع العاملين من جميع العاملين التربويين في وفي مقدمتهم مديرو التربية والتعليم ومساعدوهم وجميع القيادات التربوية والمعلمون ومن في حكمهم.
وذلك وفق نظام تحفيزي يجري الإعداد له باهتمام كبير، مؤكدا سموه قائلا: نحن لا نستعد لسنة مقبلة، إنما نستعد لمستقبل واعد. جميلة جدا أيضا هذه الخطوة، ومهم جدا عملية التحفيز. حنتقل مباشرة لخبرنا الثالث، واللي جاء بعنوان العمل: إطلاق المرحلة الثالثة لتأنيث المحال النسائية مطلع العام المقبل بالتدريج. أما تفاصيل الخبر، أعلنت وزارة العمل عن أن المرحلة الثالثة لعملية تأنيث محلات المستلزمات النسائية سوف تبدأ مطلع العام الهجري المقبل بآليات جديدة واشتراطات إضافية، هدفها توفير بيئة سليمة وصالحة لعمل المرأة، وذلك بعد عملية تقييم دقيقة ومفصلة تمت للمرحلتين السابقتين، حيث حددت الوزارة محلات المستلزمات الواجب تأنيثها في المرحلة الثالثة، وهي الجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة والعطور والأحذية والحقائب والجوارب والملابس الجاهزة والأكشاك والأقمشة النسائية. احنا فيما سبق تكلمنا على موضوع تأنيث المحلات، وفيما يتعلق بهذا الخبر او في هذا الموضوع بشكل عام، في اي قرار اكيد حنطلع ونناقشه ونتكلم فيه بسيدتي، ودائما حنطلعكم على الجديد في هذه الجزئية اللي بتهم الكثير من الناس خصوصا العاملين في هذا المجال. انتقل مباشرة لخبرنا الرابع، وهو من صحيفة الرياض، جاء بعنوان التعليم أو تعليم الرياض يودع 3 ملايين ريال في حسابات أبناء المعلمين والمعلمات المتوفيين. أما تفاصيل هذا الخبر، أودعت إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض نحو 3 ملايين ريال في حسابات أبناء وبنات المعلمين والمعلمات المتوفيين من الطلاب والطالبات في المدارس التابعة للإدارة. وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية حمد بن عبد الله الشنيبر أن الإدارة عملت من أجل إنهاء جميع المتطلبات أو المتطلبات صرف هذه المكافأة لجميع الطلاب والطالبات في مختلف مدارس التعليم العام ومدارس التحفيظ بالمراحل الثلاثة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والحكومية والأهلية أيضا. احنا حننتقل مباشرة لخبرنا الخامس والأخير في فقرة الأخبار، وكان بعنوان 15,000 طفل يتعلمون قواعد السلامة المرورية. ايش تفاصيل هذا الخبر؟ شارك 15,000 طفل في برنامج إثراء المعرفة في الرياض، حيث تعلموا قواعد وأساسيات السلامة المرورية من خلال أساليب وطرق تعليمية مميزة قدمها المنظمون والمتطوعون في البرنامج. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يواصل القائمون على جناح قرية السلامة المرورية في البرنامج المقام حاليا في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بتنظيم من شركة أرامكو تقديم دورة للسلامة المرورية للأطفال، إذ شهدت القرية كثافة في حضور العوائل بصحبة أطفالهم في خطوات الانتظار. أيضا مهمة هذه الخطوات للأطفال، ومهمة مثل هذه النشاطات التوعوية للأطفال. يمكن في ناس بيستهينوا فيها، بقول لك مو مهمة لك، لا بفعلا هذه المحاضرات أو المؤتمرات هذه مهمة جدا للأطفال، لأنه كثير من الأطفال بيروحوا بسبب الحوادث المرورية. احنا طبعا كانت هذه جولة في أبرز ما تناولته الصحف السعودية لهذا اليوم، لكن ما زالت فقراتنا بسيدتي مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير، وخليكم معنا. أنت متفوقة معها، والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة، سيدتي، سيدة المجلات العربية، سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة.
في سيدتي بعد الفاصل. نصف السعوديات الحوامل بلا متابعة.